يا راحلين يا راحلين يا راحلين يا راحلين إلى منى بقيادي هيجتم يوم الرحيل فؤادي سرتم وسار دليلكم يا وحشتي الشوق أقلقني وصوت الحادي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد رسول العالمين، فداك روحي وأرواح الأحبة والتقات، وذكرك يا رسول الله نور تضاء به أسارير الحياة. تمنى الدهر قبلك طيف نور، فكان ضياك أغلى الأمنيات. ولو سفك الدمان ما قضينا وفاءك والحقوق الواجبات. أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى. أيام الحج ستة، رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث ستة أيام من بداية اليوم الثامن ثم التاسع ثم يوم العيد ثم أيام التشريق، كلها مضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في منى إلا اليوم التاسع، خمسة أيام. ما بعد العيد يجلس الحجاج ثلاثة أيام في التشريق، ماذا يفعلون؟ هل يجلسون للعبادة؟ إن الصلاة في منى تقصر، وإذا قصرت الصلاة عفى الله عن النوافل. هل يجلسون ليصومون؟ إن الصوم في أيام التشريق محرم. يجلسون لماذا؟ لقيام الليل؟ كلا، بل هي أيام أكل وشرب. العجب أنهم ليسوا بلباس الإحرام، بالأزياء، هذا باللباس الإندونيسي، وهذا بالماليزي، وهذا بالموريتاني، وهذا بالأردني، وهذا بالسعودي، وهذا باللباس جاء من أفغانستان. ألبسة متعددة، كل تظهر جنسيته في أيام منى، والذبائح كثيرة، أيام أكل وشرب، والشعار العام الله أكبر. لهم فعل واحد فقط، كل يوم في أيام التشريق إذا كان وقت صلاة الظهر يذهب الناس جماعات، كل بيده حصيات صغيرة، ليأتوا إلى الجمار، الله أكبر ويرمون، الله أكبر ويرمون، الله أكبر ويرمون. منى حكمة عظيمة. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الشيطان أنه سيرضى في التحريش بين المسلمين، زرع العداوة والبغضاء. أسألكم، هل رأيتم رمي جمار في العمرة؟ كلا، ليس في العمرة رمي جمار لأنها نافلة، يراد منها أشواق روحية للمسلم ومغفرة للذنوب. أما الحج يراد مع ذلك أمر آخر وهو اجتماع المسلمين. لما يأتوا وقد اجتمعوا في عرفة وأفاضوا جماعات، جاءوا ليرموا الجمار ليقولوا للشيطان ها قد جئنا مجتمعين نعتصم بحبل الله. إخواني، أحب شيء إلى الشيطان أن يزرع العداوة والبغضاء بين المسلمين. تذكروا أنت تحمل الحصاة، الله أكبر على كل من يفرقنا، الله أكبر على الحدود التي اصطنعت بين الدول الإسلامية، الله أكبر على كل من يريد العداوة والبغضاء بين المسلم وأخيه، الله أكبر على كل من يوالي ويعادي على جنسيات زائلة، الله أكبر، نحن مسلمون لن نرضى للشيطان أن يفرق بيننا. ها قد جئناه جماعات نرمي رمزا يدل عليه، لنقول لربنا وقفنا في عرفات فافتقرنا إليك، وجئنا هنا جماعات كلنا مؤمنون أخوة فيك يا رب. تخرج من خيمتك في منى فترى الألبسة المختلفة والجنسيات المختلفة، امشي، نصيحة إلى الحاج وإلى كل من سيكتب الله له الحج، لا تجلس في خيمتك، اخرج، انظر إلى هذه الجموع، انظر إلى من الذي جمعها، ما هذه الجموع العظيمة التي جاءت تحن إلى البيت العتيق، إنهم أبناء الإسلام، إنهم جاء بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوته. فتلتحم الأخوة، عندها ستقول إن اشتكى إذا اشتكى مسلم في الصين
أرقني، وإن بكى مسلم في الهند أبكاني، ومصر ريحانتي والشام نرجستي، وفي الجزيرة تاريخي وعنواني، وحيثما ذكر اسم الله في بلد عددت أرجاءه من لب أوطاني. ستبحث مع إخوانك المسلمين لماذا نحن ضعفاء، لماذا لا نكون متحدين فيما بيننا. الحج يعلمنا أننا إخوة في هذا الدين العظيم. في أيام منا تجلس عن يمينك جمرة العقبة وعن يسارك وادي محسر. ما المعنى؟ في وادي محسر هنا أهبط الفيل، هنا فيل أبرهة عندما جاء ليهدم البيت وقف هنا حبسه حابس الفيل في وادي محسر. عن يسار الحجاج في منى وعن يمينهم العقبة حيث كانت بيعة الأنصار. كأن المعنى يا مسلمون، الله سينصر دينه بكم أو بغيركم. تأملوا، انظروا عن يمينكم، هنا بايع الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم على نصرة الدين. كونوا مثلهم، انصروا هذا الدين حتى تكونوا مثل الأنصار. آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. فإن لم تنصروا هذا الدين فلا حاجة لله فيكم. انظروا عن شمالكم، جاء أبرهة بفيليته بفيله الضخم وجيشه العرمرم فحبس عن مكة، لأن الله سينصر دينه. معنى آخر من أسرار هذا الحج، يجلسون في منى فنتبادل هذه الثقافات، فيتباحث المسلمون فيما بينهم. النبي صلى الله عليه وسلم مكث 3 أيام في هذه الأيام يكبر. ليس للحاج شغل إلا التكبير. نعم، الله أكبر أن وفقنا للافتقار إليه في عرفة، الله أكبر أن جمعنا لنرى إخواننا المسلمين، الله أكبر. يرجع الحاج فيحدث إخوانه بهذه المعاني، عندها ستتألم لإخوانك المسلمين في كل مكان. عندها إذا جرح المسلمون في أي مكان سوف تألم. عندها ستحس بإخوانك في الشام وفي مصر وفي العراق وفي كل بلاد الدنيا، ستحس، لأن الحج علمنا أننا إخوة. عندها لن تغضب على جارك بسبب تافه، لن تقول سأهجر أخي المسلم، كلا. الحج علمنا أن الأخوة هي من أعظم معاني الحج. ما بيننا عرب ولا عجب، ما بيننا عرب ولا عجم، كلا يد التقوى هي العليا، خلوا خيوط العنكبوت لمن هم كالذباب تطايروا عميا، وطني كبير لا امتداد له كالشمس تملأ هذه الدنيا، وطني كل من يقول لا إله إلا الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب الحج لكل مشتاق ومشتاقة إلى البيت العتيق، وأن يفرج عن إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، وأن يقر عيوننا بنصرة الإسلام وعز المسلمين. اللهم إني أسألك تكتب لنا صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات محررا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على عبده ورسوله سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. يا راحلين راحلين إلى منى بقيادي، هيجتموا يوم الرحيل فؤادي، سرتم وسار دليلكم يا وحشتي، الشوق أقلقني والصوت